محمد اهميه الكلمه الطيبه، بما ان ابو سليمان فتح لنا هذا الباب والتفاؤل في الحياه وحب الحياه، اعطنا فيها كذا اضاءه. والله شوف، اولا حاول ان تسعد الناس يسعدك الله. الله دائما، والانسان لازم يكون التفاؤل ديدنه. تفاؤل تجدون الخير. خلنا نعرج شوية عن السلبي والإيجابي في الموضوع هذا. حسن. بعض الناس يتضايق من كل شيء، على متذمر الكلمة الدارجة يقول لك نفسية هذا. صح يا أخي، الله سبحانه وتعالى رزقك وخلقك وأعطاك وجملك وعافاك، يعني حاجة، يعني موضوع ولا ظرف معين خلاك نكد عليك بك الأرض. صح. لا، الله وضع الصبر هذا في قلوب الناس لينالوا الجائزة عند الله سبحانه وتعالى. سبحانه. فيجب علينا أن نصبر ونتفائل ونبتسم. يا أخي تراها في عالم الطب الابتسامة والضحكة تراها علاج. أي والله، والله علاج. مهما تضيق عليك الحياة ومهما يجيك من ظروف ومهما يجيك حتى من أمراض، يا أخي تفائل واصبر وانس. اصبر انس واصبر وانس الموضوع، تجاوز. بعض الأطباء الحين يقول لك لا تقعد تذكر في مرضك اللي فيك، انسى، حاول تشغل نفسك. هذا من العلاج الطبي. طبعا العلاج الروحاني هو التفاؤل والصبر والثقة في الله سبحانه وتعالى. حسنت. حتى يوم تبتلى هذا من الله سبحانه وتعالى يكفر عنك ذنوب. حسنت. الشوكة تشاكها لك فيها أجر. يا سلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وأنتم من المتفائلين والصبورين والمقبلين عند الله بإذن الله.